ايه ده، في حد هنا؟ يا لهوي يا لهوي. في حد تاني. اهلا بكم في فيديو جديد من كارت فيو تنفيذ مع الشيخوخه. بس يا جماعه انا مخدم في النهارده، فهتسمعوا حاجات غريبه كده. اهلا بكم في فيديو جديد. اهلا بكم في فيديو. المهم خدش في الموضوع بتاعنا على طول. النهارده يا جماعه جايب لكم فيديو جديد من لعبه بابجي موبايل. هي في الشتاء بقى هتبقى بابجي موبايل موبايل. انت لو عايزين 5000 لايك على الفيديو دوت، ولو اشترك في القناه تشترك بالزر الاحمر تحت الفيديو باسم اشتراك او سبسكرايب، دوس عليه، دوس على زرار الجرس عشان يوصلك اشعار بكل الفيديوهات الجديده اللي بنزلها. ويا ريت تشتركوا في القناه التانيه اللي اسمها فدا عضلات. يلا بينا نبدا الفيديو. في ناس كتير نزلت على فكره، عشان كده انا هخلفهم واروح لايه الجنب التاني من البيوت. هروح الصف التاني بس انا بعيد. لا ممكن اروح البيت اللي هنا ده بسرعة. بس اوهو مسدس، ايه شوتجن. ماشي بسرعة بقى، محتاج سلاح اي ار بسرعة. في اس اس ايه بس، حرام اللوت التعبان اللي في المكان ده. ماشي ام 16 اي 4، ام 16 اي 4. هنعمل ايه؟ ماشي، ممكن ده نستخدمه مؤقتا. في صندوق هنا، حد اتقتل هنا. هو ده متلوتش طبعا، الا بقى ما يكونش ايه. اوبا في حد قريب. بوت بوت بوت، واحد قتله. طب اللي قتله بقى يجيلي. اها بالذمة في قنبلة تترمى كده. ده انا رميت دخن عنده. طب دخنة ليه؟ بيهرب بيهرب من الناحية التانية. حد بيضرب عليه. نزلي نزلي، نزل وانا طلعت. هو تحت، هو تحت دلوقتي. ايه ده، في حد دبوت تقريبا. دبوت شفت الخيبة. اه قنبلة قنبلة، يخرب بيتك. تعال يلا، انت فين يلا؟ اوبا معقول، كان لها حظ دي ولا ايه؟ ده كان في واحد في البيت اللي قدامي كان بيجري، فعايز اشوف بقى ايه. اهلس نفسي بسرعة. ده على فكرة حظ، مسألة حظ بجد. الموضوع مسألة حظ فعلا، لاني انا كان زماني ميت خلاص. في حد بيقرب، عمال يقرب البيه اهو. اجري يالا. حلوة حلوة حلوة، ملعوبة صح بقى. وحاجات بسرعة، نزل حاجات كتير. سكار ماشي، وريد دوت خلاص كفاية. تمام، بندج احتياطي لغاية ما ايه، لان انا صحتي في الارض. طب ما انا ممكن الوت الولا اللي بره ده اللي انا قتلته، يمكن معاه صحة. في دعك جامد فوق، معهوش صحة عدلة برضو الولا. طب وهنا ده معهوش. هو فيه يا جدعان؟ طيب ايه ده، اوف اوه واحد هناك اهو. ده ايه بقى، بوت ولا شخص؟ ايه ده، هاد ده ده بوت، شكله بوت، انما اللي فوق ده مش عارف. كان في واحد هناك في المبنى. لا اللي كان في المبنى كان لبسه غامق. ده
مش عارف، انا حاسس ان اللي كان في المبنى كان لبسه غامق. ده الاخضر، ماشي كويس. ايوه صح، من دي. في حد ده فعلا، انا سامع صوت. نخلي بالنا بقى، لا مش هاخد الاك عشان ايه، يبقى سلاح طلق 5 وسلاح طلق 7. اوه حلو، ده اللي كان في المبنى تقريبا. 5 كيلات يا جماعة، ناخد بيبساية كمان نكمل حتة الصحة اللي ناقصة دي. ده حد طالب دروب ولا دي، ده دروب الطيارة ولا ايه؟ ايه ده، حد طالب دروب متهيألي. انا بصراحة مش عارف ده حد اللي طالبه ولا ده دروب الطيارة. لا بس ده دروب طيارة، لاني مش 3 مظلات. الدروب اللي الناس بتطلبه بيبقى 3 مظلات. طب نروح نشوف كده جايز يكون في سلاح المتطلقة ولا حاجة، بس ده بعيد شوية مش مشكلة. اوه في عربية جاية عليه، عربية جاية عايزة تسرق الدروب ده. تعالى بطل، تعالى تعالى. ايه ده، في حد هنا. يا لهوي يا لهوي، في حد تاني. يا لهوي الصحة، صحتي. ده قريب جدا، ده في المبنى. اوه قنبلة. ولا فين الواد ده، فين اكاد ده، نزل نزل الشارع مش عارف. في الشارع طالع 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 طالع. تعالى يلا، كنت هشتم بس لحقت نفسي. حسي ده مش بوت، لو بوت كنت شتمته، لكن واضح ان ده شخص حقيقي وواعي، والا ما كانش يعمل العمله اللي عملها ده، فعشان كده استحرمت ان انا ايه اشتمه. والله انا ممكن احط الـ6 اكس على السكار واشغله لا سكار ايه، ما اكره اهو تمام كده. ماشي لغايه دلوقتي يا جماعه، يعني الجيم بجد جميل. يا دي الزفت الليزر ده اللي كل شويه، انا زهقت. بص بص عملت ايه في الاخ اللي كان، طبعا محدش بقى خد الدروب لسه، لان انا هجمت عليهم قبل اصلا ما ايه ما يلحقوا ياخدوا الدروب. نرمي ده. اوبا عربية تاني، تعال يلا تعال يا حيوان. اوه نزل نزل نزل، ده ممكن يشنيرني ده. اهو دخل استخبى في المبنى. طلع فوق، طلع فوق، هو هنا هنا. نزل، ده طلع فوق خالص، فوق خالص. بسرعة، حرام. حرام يا جماعة، حرام، لأن الجيم ده كان بتاعي. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. زي ما شفتوا يا جماعة، أنا عملت أداء إلى حد ما كويس، جبت 7 كيلات، لكن بصراحة الجيم المفروض ان الجيم ده كان بتاعي، بس انا استغبيت شوية في مواجهة الاخ الاخير دوت اللي كان نازل بالعربية. بس معلش بقى، يعني اعوضها لكم في جيم تاني ان شاء الله. بس كده يا جماعة، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، شكرا جدا لكم، نلقاكم اخر في فيديو جديد.